نحو السعي لتخليص البلاد من الميليشيات الانقلابية. تتواصل المواجهات في نهم كبرى مديريات محافظة صنعاء والبوابة الشرقية للعاصمة. مصادر ميدانية تحدثت عن تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير جبل بحر الاستراتيجي في منطقة حريب بمديرية نهم بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي والمخلوع. وتكمن أهمية جبل بحر كونه أعلى قمة في منطقة حريب التابعة لمديرية نهم، والسيطرة عليه تسهل من عمل الجيش في التحكم بالطريق العام، ما يساعد في قطع إمدادات الميليشيا. ذات المصادر أكدت أن عملية التحرير تتم بمساندة من طيران التحالف العربي الذي شن قرابة 15 غارة جوية على مواقع وتجمعات الميليشيا. كل هذه المعطيات تلخص انهيار الميليشيا في هذه الجبهة في الوقت الذي يمهد فيه الطريق لاستعادة صنعاء، الجزء الأهم في طريق استعادة الشرعية.